في الحقيقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كشفت عن تفاصيل التعاون مع وزارة التعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في الوزارة في برنامج جين زي أو جينيريشن زد، وهو يعني الاسم المختصر المعروف لأولادنا اللي يعني مولودين بعد سنة 2000 اللي بيطلق عليهم جينيريشن زد. جينيريشن زد أو جين زي هو أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر في مجالات الابتكار وريادة الأعمال بتمويل ودعم من الدولة المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيصل ل 100 مليون جنيه. طبعا تناول فيديو البرنامج مداخلات للطلاب المشاركين في المسابقة، وبتضم كمان أقاليم الجامعات في الإسكندرية والقناة وإقليم الدلتا وإقليم شمال ووسط الصعيد والمقام في جامعة النهضة ببني سويف وإقليم القاهرة الكبرى ويقام بجامعة حلوان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا البرنامج الاستثنائي. معنا على التليفون دكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذة جمانة، وصباح الخير يا أستاذ مصطفى والسادة المشاهدين كلهم. أهلا بحضرتك. خلينا في البداية يعني نتكلم عن هذا التعاون، تعاون بين الشركة المتحدة والتعليم العالي لاكتشاف المبتكرين ببرنامج جين زي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. عايزة يعني أعرف من حضرتك رؤيتك أولا لأهمية هذا التعاون وأهمية كمان هذا البرنامج. يمكن يعني الموضوع ابتدى بمبادرة بإطلاق المبادرة من دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أمام يمكن في عرض عن يعني إنجازات وزارة التعليم العالي العام الماضي، وده كان أمام سيادة الرئيس، والموضوع يعني حظى بنقدر نقول رعاية ودعم فخامة الرئيس وضاعف مبلغ الدعم. يعني كان الوزارة رصدة 50 مليون جنيه لدعم المبادرة دي، وفخامة الرئيس ضاعف الرقم وبقت برعاية رئاسية. وطبعا الوزارة ما لقتش أكتر من الشركة المتحدة إن هي تكون اللي بتدير هذا الحدث من الناحية الإعلامية، وإخراجها بالشكل اللي إن شاء الله يعني يكون مشرف لأولادنا وللدولة المصرية كلها. طيب إحنا يعني هنعمل إيه بالأجيال اللي هتتخرج من هذه المسابقة أو هتفوز؟ أنا مش شايف الفوز بالمناسبة هو الهدف، أنا شايف إن الهدف هو المشاركة في الرحلة. عارف يا فندم يقولك الكنز في الرحلة، هو ده. هنعمل فيهم إيه أو هنعمل بيهم إيه؟ خليني أقول لك أستاذ مصطفى، الرحلة أصلاً ابتدت منين؟ هي الرحلة ابتدت لأولادنا وبناتنا المشاركين معانا في مسابقة جين زي أو مبادرة جين زي، بإن هم مخرج كل المسابقات والبرامج اللي اتعملت جوه الجامعات المصريه كلها، يمكن انكلودنج فيهم اكثر من 5 مبادرات يعني على مستوى محلي وعلى مستوى عالمي كمان. هم طلبه مؤهلين، طلبه جاهزين بنسبه كبيره جدا ان هم يقدروا يعملوا الشركات الناشئه بتاعتهم. كويس جدا. احنا ساعدناهم وجمعناهم كلهم على مستوى الجامعه وعلى مستوى الاقليم، وده يعني توجيه دكتور ايمن عاشور في ان احنا بنشتغل على الاقاليم السبعه، ان الاقليم نفسه يبقى بيشتغل على الانشطه اللي تنمي الاقليم بذاته يعني. فكنا اشتغلنا على مستوى الجامعه وبعد كده يعني جوه المحافظه الواحده وبعد كده على مستوى الاقليم، وبعد كده الشباب دي كلهم اتجمعوا اخذوا يعني زي ما نقول انتنسيف او يعني مكثف. برنامج تدريبي مكثف تمام خلال 3 ايام على ازاي تنميه مهاراتهم في عرض الفكره وكده، ولكن هم اوريدي خلاص بقوا جاهزين. يعني هو الماجوريتي بتاعتهم او اغلبيتهم خلاص عنده القوه بان هو ينفع ان هو يخرج السوق، او باقي له نقدر نقول دايما ايه الفاين تيوننج يعني المرحله النهائيه علشان ان هو يقدر يطلع. طيب هو البرنامج بقى بيدي له ايه؟ البرنامج بيدي له لحد من 500,000 لغايه 2 مليون جنيه، وهي يعتبروا كل اللي تأهلوا ان هم يدخلوا معانا للمرحله النهائيه هو خلاص زي ما حضرتك قلت كده هو المكسب في الرحله. هم اوريدي مكسبهم في ان هم بقوا موجودين، والدعم المالي والدعم الفني والدعم التقني ده خلاص يعني دي خلاص هم مرحله ابتدوا فيها. هي الفكره بقى شطارتهم في ان هم بعد الدعم اللي ياخدوه ده، احنا بنقول هياخدوا دعم لغايه 2 مليون جنيه،
ان هو بقى يفضل يبقى موجود في السوق، يبقى بيكمل، يبقى بالظبط بيساعد المنتج بتاعه كده، وده دورنا برضو احنا ان احنا نكمل معاه ده يعني. طيب دكتور، حضرتك اتكلمت عن فكره تنميه مهاراتهم وتحديدا في عرض افكارهم. عايز اعرف من حضرتك ازاي ممكن الطلاب الباحثين بالجامعات والمراكز او حتى المعاهد والهيئات البحثيه، ازاي ممكن يعرضوا افكارهم الابتكاريه، وايه المعايير الضروريه اللي لازم تكون موجوده في هذه الافكار او المشروعات اللي هتقدم كمان؟ طيب يمكن المشروعات اللي احنا يعني اخترناها او اللي هي دخلت معانا تحت المبادره دي هي افكار قابله للتنفيذ في السوق. يعني في بعض الاوقات انا ممكن يبقى عندي فكره بحثيه قويه جدا، ولكن دايما بنقول الحته بتاعت البيزنس فيابيليتي بتاعتها فين، او قدرتها على المنافسه في السوق شكلها عامل ازاي، وان هي تبقى مخرج موجود في السوق. اولادنا وبناتنا اللي شاركوا معانا او اللي موجودين معانا في المرحله دي هي الافكار المشروعات بتاعتهم خلاص بقت اوريدي موجوده في السوق، وفي ناس ابتدت تتست ده يعني ابتدت تبيع، ابتدت يبقى عندها عملاء، ابتدى يبقى عندها ريكوست، ابتدى يبقى عندها طلبات، لمجرد ان هو يبقى موجود في السوق يبقى يحظى بقبول ده. ايه بقى الفكره اللي نقدر نقول عليها دي فكره ينفع يعني تبقى ستارت اب او مخرج بحث ينفع يبقى ستارت اب؟ اول حاجه لازم يكون فيها ابتكار، والابتكار هنا بنقول ان هو مش لازم يكون اخترع حاجه جديده، ولكن اعاد تقديم الحاجه بشكل مختلف للمستهلك وللسوق والخدمه اللي بيقدمها. ابتدى يطور من حاجه اوريدي يمكن كانت موجوده قبل كده، وده امثله ستارت ابس كتيره يعني او شركات ناشئه كتيره طلعت بالشكل ده. ولكن لازم دايما نتاكد منه ان فيها المكون الخاص بالسوق يعني اللي هي فيها البيزنس فيابيليتي يعني زي ما بنقول. طب دكتور هاني معلش يعني هكلم حضرتك برضو بشكل يعني اكثر صراحه، من واقع خبرتي او تعاملي مع يعني مشاريع كتير جدا من الستارت ابس، المشكله الحقيقيه فيها بتبقى قله الخبره في التعامل مع الناس، الكوميونيكيشن سكيلز. وبينما اننا بنتكلم عن جينيريشن زي او جينيريشن زد اللي هم يمكن ما عندهمش خبره قوي. يبدو الاتصال انقطع بدكتور هاني، هنرجع له تاني، ولكن ما زلنا بنتكلم. لا انا مع حضرتك. حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. تمام. المشكلة فيما يتعلق بالقصة دي، علشان كده بيعملوا حاجة اسمها حاضنات الأعمال علشان يديله تأهيل كامل إن هو يتعامل عشان ما تقعش الشركة بعد ما تطلع يعني. تعليق حضرتك. يعني شكرا لك لتوضيح النقطة دي، يمكن ما كانتش باينة من الأول. هو حجم الدعم احنا قلنا هيصل ل 2 مليون جنيه، ولكن ما هو الدعم مش كله مادي يا دكتور، عفوا يعني المقاطعة، بس مش كله مادي. لا أنا بقول أنا مع حضرتك، ده أنا بكمل على كلام حضرتك، إن هو الدعم نفسه في صورة احتضان. برنامج الاحتضان بيتراوح ما بين 6 شهور لسنة. إيه الجزء اللي بيتلقاه الشركة المحتضنة يعني؟ إلى جانب الدعم التقني والفني والجزء كمان الخاص الجزء الخاص بالمعاملات القانونية، ده هيطلع هيئات الشركة هتبقى موجودة في السوق بتبيع. الماركت بيدرسه ازاي، المنافسين بيدرس المنافسين ازاي عشان يشوف هو حجمه هيبقى قد ايه من السوق اللي هو داخل فيه. والى جانب ده الجزء المالي في الموضوع. وفي بعض الاوقات خليني ابقى صريح مع حضرتك، الجزء المالي في بعض الاوقات ممكن ما يبقاش هو رقم واحد. لا، فكره ان انت تاخد الشركه وتاخد التوجيه المظبوط وتاخد طبعا الاستشارات المظبوطه في انها ازاي تبقى موجوده في السوق، ازاي تستهدف عميل مظبوط، ازاي تعرف البيرسونا بتاعه العميل اللي هي داخله عليه، ازاي يقدر يعمل ماركت بنتريشن دخول سوق مظبوط. صحيح. طبعا هي دي نقطه، لانه ده اللي بيضمن الاستمراريه يا دكتور. لكن يمكن حتى الفاندنج او التمويل المادي فعلا زي ما حضرتك قلت ممكن يكون من يعني خلينا مش من الاولويات، مهم جدا، ولكن فعلا التوجيه هو الأهم لضمان الاستمرارية زي ما حضرتك كنت بتتكلم. دكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.